فيك ترتاح شوي، أنا رح أوصل جيب أكل ومي وجي. شط وين بدك تروح؟ لا تتركني، خليك معي، أنا خايفة. أمان بالله، نحن بقرنا بعيدة عن الشام كتير، والجن الأزرق ما بيعرف مطرحنا. أنا ما رح طول. أمينة أنت حرام علي. جوازتي من حمدي القطان حرام وباطل، وأنت بتعرف هذا الشيء. عشان أنت بتعرف إنه أنا ما رضيت فيه، حتى شيخ الحارة ما رضي يكتب كتابنا. بعرف. أنا لازم أشوف شيخ لحتى يفتي بقصتي وقصتك. أمينة أنا حبيتك ووفيت بعهدي إنك ما رحت مني لحدا تاني غيري، بس هلأ ما فيني أعمل معك شيء. لازم بالأول شوف شيخ. ترتاحي ولا تخافي، ما رح طول. آخ يا حفو يا ندم، يا حفو يا ندم، تبرو قلبي الله يهنيني فيكن. قاعدين لي مثل النسوان المطلقات، ولك قوموا قوموا تحركوا، شوفوا وين أختكن، دوروا عليها بالشام وبكل قرني. ولك يا حرام عليكن، تناموا أو تغمض لكن عينها بالمجم. خلصنا بقى، خلصنا بقى، شبيك انبعدتي؟ ايش فكر الشام اوضه ولا ايوان؟ اهدي كتفوه اسلان، وطي صوتك، لا تتنكت بامك، عيب عليك. يعلمني كيف احكي مع امي. هلا شلون بدنا نحلها مع حمدي القطان؟ بتروحوا لعنده، بتروحوا لعنده وبتحكوا معه، هو جوزها لهالواطيه، واللي صار صار على الكل. حمدي القطان مثل ما لي شايفكن ما رح يرخيها للسيره تبع نشأة، رح يضل وراه لنشأت مثل ما نحن وراه، بس الله يستر ما يرجع يفتح سيره البيت. لا تواخذني الكلمة، من البيت ما حنطلع، ماله شي عنا. لك يطلع بلعك من ضلعك وقتها. هلا روحوا لعنده واحكوا له شو بدكم تعملوا. يلا قوم هلال، روح انت لعند منه من بعدك اخي. بكون تطلعوا قبل ما يمشي قدامكم اخوك الكبير. علي ما علي ما بنروح بلا، كفو. الله محيي اصلك. لك عم تهجموا بعضكم يا بيت فستقوم وقلوا يخرب بيتكم من حالكم. ولك يلعن ابوكم، يلعن ابوكم على ابو اليوم اللي جبتكم فيه. ولك يخرب بيتكم من حالكم. الله يذلك يا واطيه يا امينه، ولك دنستي بيت العفه والطهاره. الله يضرني فيك، الله يضرني فيكي.